ثقافة الشعوب لغة تفرض نفسها بدون الحاجة إلى مترجم. من خلال مجلة المنارة يسعدني أن أستضيف السفير الروماني السيد أدريان ماتشالارو. يا مرحبا بك، أهلا وسهلا. الفن يظهر ما قد يعجز عن شرحه الدول، فكيف لسياسي أن يشرح لنا الفن؟ والسياسة هي من الفنون، فن من الفنون، يعني هناك ترابط بين الفن والسياسة، لأن السياسة هي كمان ناتج أو منتوج إنساني اجتماعي. نعم، خبرنا عن رومانيا. رومانيا الحمد لله هي بلد صديق للبلدان العربية، لدينا تقاليد صداقة عتيدة وقديمة، هناك الكثير من الأشياء مشتركة، يعني نتقاسم عادات لا نتصور بكم درجة. المعروف عن الرجل السياسي أنه يتكلم بدبلوماسية، فهل نتكلم اليوم عن الفن بدون دبلوماسية؟ بدون دبلوماسية. الفن يعني هو نتيجة الإنسان، جهود الإنسان، بحثه عن الجميل، يبحث عن الجميل بشكل عام. نعم. ما هو الجامع المشترك بين الفن والسياسة؟ أعتقد أن المشترك ما يجعل معا السياسة والفن. نعم. وأنا قلت لك هو شيء مربوط بالاجتماع، يعني نحن نعم. وجود هيئة دبلوماسية في مكان لعرض الأزياء والدعم رابحة من رومانيا. نعم، المنصور، الهيئة الدبلوماسية تدعم الفنون، فن النساء. نعم، لدينا ندعم كل شيء الذي يجعلنا نكون قريبين البعض من البعض، ونفتح يعني نتطلع إلى أشياء جديدة. وكما قلت يعني الفن والفنون لابد أن لها ترابط مع السياسة، يعني السياسة مهما كانت يعني الناس الذين يشكون من حياة في النهاية يعني منتوج إنساني كمان، يعني بشري. هناك عدد كبير، الموضة الجديدة هي تجعل الناس يعني يرجعون إلى أصولهم، وأعتقد هذا هو شيء جيد. في العديد من الشابات التي لها يعني زي تقليدي روماني، مثل ما كنت موجود عندكم يعني في البلدان العربية. صح. على الكلمة يعني أغلبية قطاع الزي التقليدي روماني لها أسامي عربية. نعم. يعني أصلا نقول مثلا فوستة من فستان، نقول السروال التقليدي للرجال يميني، وهذا يعني مختص من سروال يمني. الله. نعم، لأن كان لدينا يعني مواصلات واحتكاكات كثيرة مع الإمبراطورية العثمانية، وعن طريق كانت العديد من الأشياء إيجابية كانت يعني من هذا. نعم. كما هو الحال عندكم، المرأة أصبحت لها دور أهم فأهم، كل يوم لها وظائف يعني مهمة. مثلا عندنا رئيسة الوزراء، أول رئيسة وزراء ابتداء من هذه السنة السيدة هي تكون برئاسة الحكومة، ودور النساء مهم وفعال، وشكري بالنسبة للعرب يعني الحضارة العربية، لأن عن طريق اللغة العربية أنا اكتشفت حضارة عريقة قديمة وشعب صديق منفتح وجيد. أدريان ماتشالارو، شكرا جزيلا لك.